اوبا هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد تي كيكو. مثل ما قلت لكم وعدتكم انه راح يكون في بارت 2، الجزء الثاني من فتح طلبية شيسي. نعم، الفيديو الاول مثل ما قلت لكم على الشاشة ما له شغل بهالطلبية، لكن من تشوفوني انا قاعد على هالطاولة او هاللوكيشن هذا معناته انه راح يكون عندنا اكسسوارات فقط، ما راح اجربهم على ممدوح. الاكسسوارات اغلبها هي بتكون عزكم الله احذية او جنط او نظارات وغيره، فراح نجربهم معاكم هني. يس، راح يكون معاكم ان شاء الله بالفيديو، خلال الفيديو كود خصم راح يخصم لكم نسبة حلوة 15% من مشترياتكم عن طريق موقع شيسي. يس، سو يا جماعة جاهزين؟ انا جاهز، بس للاسف ممدوح ما معانا اليوم، بس معانا شخص ثاني اللي هو اللي تعودته ودائما يكون موجود، انا دائما احط تحت ينكتب اللي هو الحرامي. ليش اقول حرامي؟ لان كله ياخذ الاغراض اللي انا ايبهم من المواقع، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح، يمكن شفتوا ايده بينت بالمنظره. عموما يا جماعه احنا جاهزين، انا جاهز، خلينا نشوف الاغراض اللي خذيتهم من موقع شيسي، وان شاء الله ان شاء الله يطلعون من الأشياء اللي عجبتني. يس، بتأذيني حتى هني بالتصوير؟ كنا مبين بالمنظرة صح؟ إيه، لا يا عزيزي إيه، وأودع البلوزة هذه وأقول لها thank you so much، راح أودعها آخر الفيديو. خلونا نبلش، بس قبلها خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، سو اول قطعه مثل ما قاعد تبين صورتها وتشوفونها اللي هو هذا الشوز. طبعا انا لما شفته بالصوره شفت شيء وايد عجبني، وكان في منه نفس الديزاين بس اللون يختلف، يصير في اسود وفي ابيض. بكل امانه حبيته بس بنفس الوقت ما حبيته، يعني تفاصيل الشوز وايد حلوه، تحسونه مميز يونيك نايس، بس احس ان الجلد اللي مستخدم الكواليتي فيه مو اللي واو صراحه يعني، بس الشكل وايد حلو. يمكن يفرق باللبس، يمكن انا لي قدام اشيل هذولا، هذا اللي هني راح اشيله، ما ادري مو يايز لي ابدا. اقدر اشيله؟ يس اقدر اشيله، بس احس انه محلي الجوتي، محلي نفسه يعني، حلو بالصوره شكله، لكن بنفس الوقت كنت اتمنى اني ما اخذ الابيض، بس اذا كواليتي الجلد كذي الاسود راح يخش زياده. هل عاجبني ولا لا؟ ما ابي اظلمه. مريح باللبس ولا لا؟ مع انه شوف التفاصيل الجميله، يعني حتى على الحواف هني في تفاصيل، حتى على الحواف اللي هني. حبيت وما حبيت، شلون ما ادري. يعني قاعد اشوف شيء جميل بس بنفس الوقت نو. ايش فيك محسن؟ حبيت لا شكو، لا صدق والله حبيت وما حبيت، ما ادري ما ادري ما ادري، راح يبين معانا وان شاء الله يكون مريح في اللبس، بس ما ادري يعني مو ماي فيفورت. واو، يب نيكست. اوكي جايز، مثل ما قاعد تشوفون بالصوره هذه تعتبر بام باج على ويست باج على شولدر باج، انتم على حسب استخدامكم، بس اغلب الشباب اذا بيلبسونها يلبسونها على الخصر، بس انا اقدر اغير بالاستخدام مالها. حبيت كواليتيها، وايد حبيت كواليتيها، ما فيها ريحة حتى المصانع اللي مو حلوة. البكل من على الجنب كاهو حلو، يعني زين، يعني مو اللي يعني ما ادري، يعني كالبكل لو يصير متل نفس هذا احس راح يعطي جمالية حق الجنطة اكثر. فيها اكثر من سحاب، من ورا فيها سحاب، وفي من هني هم حبيت انه حاطين لها ستفت اساس موضوع الشحن. السحاب وايد مكانه مرتب، يعني تقدرون تحطون فيها اغلب الاغراض اللي احنا نستخدمهم استخداماتنا اليوميه، وحجمها حلو مرتب، يعني حتى نقدر نحط ايفوننا بوكنا، وفيها سحاب بعد من داخل. في منها لونين، انا خذيت اللون الاسود وفي اللون البني. وين اللون البني؟ يب ثانك يو. بغيت تاخذها يعني محسن؟ لا بغيت اقاطعك حق البوك. البني حبيته هو الاسود صراحه، تعتبر قطعه موفقه، وحتى حبيت سالفه ال هني اذا بنبطل بالعين راح تبين كأن احنا لازم نبطل هني.
بس بنفس الوقت لا تقدرون انتوا تاخذونها از باتن. وحاط لكم التفاصيل طلعت طبعا اكيد طوال الفيديو. حبيت السوداء وحبيت البنيه، اي لاف ذم الصراحه بوث. والسوداء احس راح تركب مع كل ملابس اكيد، والبنيه هم ما ادري يعني وايد حبيتها، احس ان الجنطه صدق موفقه اي لاف ذت بكل امانه. يعني يمكن تعتبر هذه القطعه المفضله، ما ادري، شوفوا باقي القطع اللي قاعده تطلع بالفيديو راح يبين معاكم اذا انا في اغراض ثانيه يمكن عجبتني او لا. اغلب الاكسسوارات موجوده الحين من شيسي، يب، ودائما اقرب الوصف قبل لا تاخذون اي قطعه من المواقع. يس، خلينا ناخذ القطعه اللي بعدها. نيكست. اوكي جايز، القطعه اللي بعدها تعتبر جادجت من الاستخدامات اللي يستخدمونها اغلب الناس. هذا مثل ستانت، حبيته ان تقدرون انتم تتحكمون فيه على حسب الطول. اذا بغيت اخذه معي مكان ثاني اقدر اسكره واخذه معي. ليش كنت ابي هذا الستانت؟ راح يساعدني بموضوع لما ابي اسوي لايف ستريم باي من التطبيقات اللي على التليفون، بس انا بنفس الوقت صراحه كنت محتاج قاعده على اساس تثبت لي جهاز الايبود في غرفة الملابس عند التسريحة. حاط لي مثل ايبود مع سماعات اساس اثبت الايبود عليه، بس هم اقدر احطه يم الكمبيوتر مالي واثبت عليه تليفوني اشحنه. يعني حلو حق سالفة منفذ شحن اساس انه اثبت الفون بدل ما يكون طايح، يعني بشتغل بنفس الوقت وهم يكون ثابت قدامي اساس اذا عندي مسجات او غيره او من هالامور. مفيد مقارنة بسعره، بس بالموقع ما في الا اللون الابيض. وما اعتقد انه كان في لون اسود. عموما اي قطعه قاعد تطلع لكم يطلع لها رقم موجود على يميني، اللي هو يمكن يطلع يساركم بالشاشه ما ادري، على حسب المهم انه قاعد يطلع هني. الرقم معناته تحت موجود برابط الوصف، تقدرون تضغطون على الرابط يوديكم حق القطعه نفسها، وان شاء الله ما تكون سولد اوت. واذا لا سمح الله كانت سولد اوت رجعوا حق الفيديو بعدها بفتره، ترى مرات يردون القطع. اي لافت ات الصراحه، هذه احسها وايد مفيده. يب، خلينا ناخذ القطعه اللي بعدها. اللي بعده. القطعة اللي بعدها عبارة عن بروش، كنت مشكك بالكواليتي ماله بس صراحة لما وصل حبيته. يعني قاعد أشوفه قدامي الحين، أكيد ما راح يبين معاكم أساس كذي، أكيد خذيت لكم أنا تفاصيل راح تبين خلال عرض البروش ولما نسوي ريفيو عليه. في منه أكثر من لون أو ثلاث ألوان، أعتقد أخضر وأحمر وأزرق، أو أعتقد أصفر ما أدري، تلقون تحت في الرابط. البروش غريب أنه كشيء أنا مو متعود أشوفه، لا الاغلب مو متعودين يشوفونه. هذول البروشات يصير فيهم سلسلتين، السلسله المشدوده والسلسله الثانيه اللي تصير مايله مثل ما قاعد تشوفونهم. في ناس يستخدمونه از انه يم بعض، واحد فوق واحد تحت، او في ناس يحطونه على الكولرز اللي هو الغولات على اساس انه تكون مثل قطعه تبرز جمال القميص اللي انتم لابسينه مثل ما قاعد يبين. تقدرون حتى تحطونه على كبابيس، تقدرون تحطونه على اكثر من الاشياء. حلو سعره بشكل مرتب. شو انت بيها محسن؟ على كرفته ما يصير؟ مثلا انا قاعد اقول على كرفته، على الكولرز صح محسن. وايد حبيته وحسيت اللون الاخضر حلو مرتب، وصراحه راح اكيد يوم اني انا راح البسه لانه شكله وايد اليجنت. في حتى بروشات ان شاء الله راح يصيرون بعد هذا راح يعجبونكم، خليكم ستي توند، شوفوا البروشات اللي بعده. اوكي جايز، هذه القطعه يعني صراحه قاعد يضيعوني البروشات، قاعد تطلع الصوره. في منها اللون الذهبي اللي هو هذا بين معاكم، وفي اللون الفضي، سعرهم وايد حلو بس للاسف سولد اوت في الموقع. بس مثل ما قلت لكم ردوا على الفيديو بعد فتره اذا انتم صدق بخاطركم، وعندهم كولكشن وايد كبير شيسي من البروشات. هذول حبيتهم ان اقدر استخدمهم اكثر من استخدام، واكيد طبعا اي شيء له اكثر من استخدام انا قاعد اشرحه اكيد انا راح اصور لكم اياه بالفيديو اللي يطلع يمي على التفاصيل. طبعا انا خذيت بدال القطعه الواحده خذيت قطعتين. ليش؟ حبيت سالفه الدبل، انه اذا بغيت احطهم على الغولات من هني اوكي، او انه اذا بغيت احط واحده بس على جزء بسيط من الجاكيت لما يصير عندي الفولدد هني ملوت الجاكيت نفسه. وايد راح يصيرون مرتبين. محسن لا تقعد تضحكني من ورا واقف يسوي. لا هم تقدر البنيه اذا عندها مناسبه حلوه تحطون تراتشي. لا محسن لا تالف. لا تالف محسن. لا تالف. لان هذول دبابيس يعني حاد. مع انه فكره حلوه اللي انت قلته، بس لا تسوون اللي محسن قاله يعني لانه حاد. اللي يصور اللي يجرب خليه يصور نشوف.
حلو او مو حلو. اي ان شاء الله باذن الله. وبعدين اخر شيء بسبت والله محمد اللي عن طريقه محسن صار فينا كذي. واو 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 محسن، ما محسن تات بطل قناه باليوتيوب، الناس راح يصير فيها جلطات واشياء وحركات. حبيت البروش صراحه، ومع ان محسن الله يهداه حط الفكره براسي فعلا، يعني احس فعلا حلو اذا صار تراشي، بس ما ينفع لانه حاد، ما ينفع لانه حاد، فديروا بالكم. بس بكل محسن أص زين أص أص، لا تقدر تعطي أفكار، روح سوي لك قناة دي آي واي هني ذيك ساعة. بحكلم عذابي بشي يبلهم واحدة. إيه بنشوف بنشوف من عينك طاح من عينك جوني، مو تاكلة مو أكل هذا. أول يا جماعة أنا حبيتهم الصراحة، فا I don't know أنتوا كتبوا لي إذا تحبون البروشات تحت أو لا. أوكي جايز، وبشذي تكون الطلبية الثانية اللي وعدتكم فيها من شيسي أكيد وصلت لكم وشفتوها معاي. لكن اذا انتم حابين الفيديو انه يظل حق الاكسسوارات بهالشكل من غير ممدوح، لان الممدوح ما راح يكون مفيد يعني ان انا اعرض عليه القطع الا حق الملابس. يس وبنفس الوقت اقدر اقول لكم ان كود الخصم هذا اللي قاعد يطلع على الشاشه تقدرون تستفيدون منه، اساس يخصم لكم من شيسي نسبه 15% من قيمه مشترياتكم، واعتقد ان له وقت صالح ل 23 ابريل، نعم اعتقد كذي. واذا ان شاء الله جددوا لي اكيد راح يكون نفس الكود، وانا راح اقول لكم عن طريق اي فيديو اذا عرضته بقناتي. مثل ما تشوفون القطع قاعد تطلع على الشاشه، هذول القطع. كتبوا لي تحت في الكومنت شنو اكثر قطع عجبتكم اساس لي، بعدين اذا بغيت اطلب طلبيات او عندي تعاونات راح اكيد نروح على الأشياء اللي أنت وحطيتوا لي صورها أو قلتوا لي شنو اللي أحلى شيء. عموما أنا قطعتي المفضلة اللي فازت من بين القطع كلهم بكل أمانة بعد ما شفتها تعتبر هذه اللي قاعد تطلع على الشاشة، وايد حبيتها فعلا فعلا فعلا، تعتبر البست أوف ذا بست. مع أن الصراحة أغلب الأشياء حبيتها وأحسهم مفيدين، بس هذه تعتبر أكيد البست أوف ذا بست. يس وذاتس إت. خلوا عنكم بطلة، وإن شاء الله طاطا بطاطا قريبا بينزل برمضان راح تكون فكرته مختلفة جدا. يب كان معكم محمد دييغو، much love and respect. هذه بوسة لكل واحد شنو 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 يحب الأشياء الجميلة. يس شو باباي باباي باباي. ها محسن، هذه بوسة مني لكم حق كل شخص سواها تراشي. اوكي نشوف ان شاء الله. يا جماعه قاعد افكر اني اسوي لايف ستريم جيمنج، اذا حابين كتبوا لي تحت اطلع لايف واشغل العاب، بس العابي راح تكون مو نفس البقيه، راح تكون العاب مختلفه شوي، وانتم تشاركون معي في الكومنتس ونحل اللعبه وغيره. اذا حابين قولوا لي اساس اشتغل على هالموضوع هذا، ويصير من رمضان تصير 15 حلقه مخصوصه حق طاطا بطاطا، يعني مثلا حلقه تنعرض طاطا بطاطا حلقه ستريم، حلقه طاطا بطاطا حلقه ستريم. اذا تبون هالموضوع كتبوا لي تحت في الكومنتس اساس اشتغل عليه من الحين اجهز له. يب وذاتس ات. اقدر اقول لكم اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. باي.